ازاي تسحب عملاتك من محفظة الميتا ماسك مباشرة وتحول فلوسك لكاش بدون ما تبعت فلوسك لمنصة مركزية. عندك خيار انك تحصل على بطاقة افتراضية تقدر تشتري بيها اونلاين من اي مكان، او تطلب بطاقة وتوصلك للعنوان بتاعك تقدر انك تسحب بيها من الاي تي ام، تدفع بيها في اي مكان او تستخدمها اونلاين. فيزا عادية جدا زي بتاعة البنوك. اللي عجبني كمان انهم بيدعموا 138 دولة من ضمنهم دول كتير عربية، معانا الجزائر والبحرين، مصر كمان مدعومة، والأردن، الكويت، موريتانيا والمغرب، سلطنة عمان، قطر والسعودية، وأخيرا الإمارات. طريقة التسجيل سهلة جدا، تدخل إيميلك وتختار باسورد وتختار من هنا أي اختيار سمعت عن المشروع وليكن في تويتر. بعد كده بتدخل اسمك ورقم تليفونك، بعد كده هتكتب العنوان، بعد ما تأكد إيميلك هتيجي تعمل تسجيل دخول. ده شكل الحساب من جوه. أول لما تسجل دخول هتلاقي هنا في خيار إنك تربط المحفظة بتاعتك الميتا ماسك. دلوقتي لما طلبت تربط المحفظة لقيته جايب لي محافظ سولانا، ففي هنا حاجة اسمها EVM، وليكن ان انا عايز اربط شبكة تانية. في عندنا 3 شبكات اخرى غير السولانا، ايثيريوم، BNB وبيز، فهنخلينا في BNB. فبتدعم الميتا ماسك والوليت كونكت ومحفظة كوين بيز. في عملة واحدة بس مقدرش اختار العملات، عملة USDC. خلينا في المهم، في زرار هنا ان انا اشتري كارت فاضغط عليه، فهنا المفروض اكتب ايميل وبعد كده اختار الدولة. خلينا مثلا نجرب، لو اخترت مصر اقدر ان انا استلم البطاقة بعملة الدولار، فخلينا نجرب المانيا، ينفع تطلبها بالدولار او باليورو. فالعملات هتكون على حسب البلد اللي انت اخترته بناء على العملة اللي هختارها. مثلا هختار عملة الدولار، فبيقول لي عايز بطاقة ماستر كارد ولا فيزا. انا مش عارف ليه الفيزا جنبها اكس باللون الاحمر. لو اخترت يورو فعندي خيار واحد فقط، ماستر كارد. خلينا في الاختيار اللي جنبه علامة صح. لكن في نقطة هنا، لو انا اخترت المانيا واخترت عملة الدولار مش اليورو، ففي عيب هنا بيقول لي ان الحد الاقصى للاستخدام اليومي 250 دولار. فانا جربت وخليتها يورو، هنا فرقت معايا والرينج بقى 9999 دولار. خلي بالكو انا لحد دلوقتي مفيش KYC طلب خالص، مجرد البيانات اللي انا دخلتها والعنوان فقط لا غير. طيب انا هجرب في دولة تانية علشان نشوف الليميتس. هل لو انا اخترت مثلا مصر واخترت العملة الدولار ونشوف الرينج هيكون هو ولا ايه؟ الرينج 250 دولار. طيب انا جربت كمان الامارات علشان تكون التالتة تابتة، فالحد الاقصى للشراء اليومي هو 250 دولار، لان عملة اليورو مش مسموحة تقريبا غير في دول اوروبا فقط، فباقي الدول هيكون الخيار الوحيد الدولار الامريكي، وهيكون الحد الاقصى للاستخدام 250 دولار. طبعا الحد ده منخفض جدا، لكن ممكن يناسب بعض الناس في بعض الدول العربية. والميزة ان الحد دلوقتي مفيش KYC. تاني حاجة وهو انك بتشحن الكارت من الان، يعني انا مثلا بيقول لي دخل رينج من 10 ل 250، فانا مثلا هقول له 250 الحد الاقصى، والحد الادنى علشان تطلب البطاقة هو 10 دولار. بعد ما تطلب البطاقة هيجي لك ايميل يقول لك عايز تختار بطاقة افتراضية ولا بطاقة بجد نبعتها لعنوانك. وعلى حسب ما مكتوب هنا ان البطاقة لو انت اخترت انها تتبعت على عنوانك فرسوم الشحن هتكون فقط 3 دولار، وهتتخصم من الكارت، هتتخصم من رصيد الكارت. وبيقول لك ان الكارت ده يقدر يتضاف عادي لأبل باي، جوجل باي وهكذا. وحاجة تانية مهمة، ان لما يجي لك الايميل لازم في خلال 4 شهور تكون اخترت بطاقة افتراضية ولا بطاقة بجد، وإلا بعد الـ4 شهور كأنك ما عملتش حاجة
ولازم تعيد الطلب من أول وجديد. حاجة تانية مهمة وهو إن البطاقة لما توصلك مدة صلاحيتها 7 شهور فقط علشان تستخدم الرصيد اللي فيها، وطبعا تقدر تسحب من أي دولة هيسحب بعملة البلد اللي انت فيها وهو هيخصم الرسوم مقابل الدولار وهكذا. أنا بصراحة شايفها حل حلو جدا لبعض الناس مش محتاج KYC ولا وجع دماغ، بتشحن البطاقة بالرصيد من الميتا ماسك مباشرة وتختار فيزا افتراضية ولا فيزا تتبعت لك بجد، وبعد ما البطاقة تجيلك تكون صرفت اللي فيها في خلال 7 شهور، لو احتجت تاني تطلب بطاقة جديدة وهكذا. ممكن بعد كده يزودوا الليميتس محدش عارف. طبعا برضو الموقع ما بيخصمش بشكل مباشر من المحفظة، فأنا ما ينفعش أطلب الكارت دلوقتي، لازم أروح لحاجة اسمها وولت واضغط هنا Add Funds، يعني أضيف الفلوس من محفظة الميتا ماسك للموقع هنا وليكن 10 USDC الحد الأدنى. بعد ما أودعت الفلوس ويكون هنا الرصيد أقدر أن أنا أطلب الكارت، والبطاقة دي هي من تطوير شركة اسمها زيبك نتورك وهي ليها عملة اختصارها ZPCN. لما هتيجي تبحث هنا هتلاقي طلع لك عملتين، العملة اللي فوق دي العملة القديمة، يعني هم حولوها للعملة الجديدة اللي هي ZPCN، وبرضو الكوميونيتي بتاعتهم على تويتر كبيرة جدا، عندهم أكتر من 238 ألف متابع. برضو على كلام المشروع إن مفيش أي رسوم لاستخراج الكارت ولا حتى في رسوم لتحويل العملات، فالرسوم هتتخصم منك من الـ ATM يعني من خلال البنك اللي انت بتسحب منه فقط، لكن هم نفسهم مش هيسحبوا منك أي رسوم. طبعا فقط رسوم الشحن زي ما قلنا اللي هم 3 دولار. حلو، لقيت هنا إجابة لموضوع الـ KYC. مش مطلوب من حضرتك KYC إلا لو هتطلب بطاقة بمبلغ أكتر من 2500، هو الحد دلوقتي على الموقع الحد الأقصى 250، بس معنى كده إن حتى لو زودوا الليميت وبعد كده بقت لحد مثلا 10,000 دولار في اليوم، فأنت تقدر تطلب بطاقة بمبلغ لغاية 2500 دولار ومش هيكون مطلوب منك KYC، فقط هيطلبوا منك الاسم والعنوان زي ما احنا سجلنا. لو طلبت بطاقة أكتر من 2500 دولار هنا لازم تعمل KYC، فدي نقطة إيجابية جدا، لكن أتمنى على الموقع إن هم يزودوا الليميت، بدل 250 2500 هتبقى كويسة، وده مش إعلان ممول ولا أي حاجة ولا حتى عندهم روابط إحالة، هو مجرد بطاقة شفتها جديدة وبتدعم دول عربية. حتى أنا سجلت حاليا وأنا بصور الفيديو ما كنتش أعرف إيه النظام، يعني أنا لسه مكتشف الحد الأقصى والحاجات اللي احنا شفناها، فتجربة فقط حبيت إن أنا أشاركها معاكم. بالتوفيق للجميع وأشوفكم في فيديو آخر. سلام.